معنا اتصالات، معنا الأخت أم عبد الباري من الجزائر، نعتذر على التطويل والتأخير عليك أخت أم عبد الباري، تأخرنا عليك كثيرا، نعتذر أم عبد الباري، لعلك تتصلي علينا مرة ثانية، الله يحفظك، نعتذر. معنا اتصال آخر. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم حقيقة على هذا البرنامج الناجح. الله يحييكم. بالنسبة لهذا الموضوع عندي سؤال أوجهه للضيف. تفضلي. نلاحظ يعني بعض الأطفال ما شاء الله عندهم نسبة من الذكاء، و يعني يحفظون، ومنهم يعني إبداعات ما شاء الله رائعة وجميلة جدا، لكن ينسحب عليهم إشقياء سبحان الله. لكن ماذا؟ أشقياء، ويعني عندهم العناد. نعم، ما أدري كيفية التعامل مع مثل هؤلاء الأطفال. جميل، نحن الآن كنا نجيب على هذه ولكن إن شاء الله سنتعرض لها مرة أخرى. شكرا عليكم. أختي أم المقداد. الأخت أم محمد تفضلي. الأخت أم محمد. السلام عليكم. نعم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا عندي طفل عمره 9، يعني داخل بالتسع سنوات، وأنا بدأت أطلب العلم الشرعي متأخر شوية، فاكتشفت إنه طبعا كان في خلل كبير جدا في تربية عيالي من السابق يعني، فحاولت يعني إنه هذا الولد آخر واحد عندي، خلاص أقول يعني وهبت لله إن شاء الله إنه يطلع شيخ ما شاء الله ما شاء الله. فبدأ في حفظ القرآن من عمره 4 سنوات. نعم، الحين بيحفظ لكن ما براجع طبعا، لأنه يعني هو عنيد شوية، أصيب بالسكر في نفس العمر، فبقينا نحن مع المعاناة في المرض وكذا، فبقى عنده نوع من العناد شوية، فنحن دائما في البيت في شد يعني عشان الأكل وعشان كذا وكذا، وبعدين والحفظ يحفظ مع الشيخ، الشيخ يثني عليه يقول حفظه جيد بس ما بيتابع في البيت فبينسى. نعم. الفات كله هو بينساه. الحين هو في الجزء الـ14 طالع من تحت، هو سورة النحل. نعم. بس أنا دائما في شد يعني، الحين ما يصلي أقول، وأنا ما أنادي في البيت إلا يا شيخ. نعم. أقول أنا أبغى أكتب الإمام في الأمة، بس نعم. أنا من النوع الشحيح أول حاجة في الكلمات العاطفية يعني، يمكن أنا عسكرية شوية ما شاء الله، تعاملي شوية صعب، فبحاول أحسن ما قادرة. بعدين تعاون الأب شوية يعني، بس إنه يوديه التحفيظ يعني، بيحفز إنه يوديه التحفيظ يجيبه وكذا، لكن في البيت ما بيباشره يعني، الحتة دي يمكن مفقودة، فأنا بحس إنه أنا جبهة لوحدي. نعم. فما كيف أنا أقدر مثلا أتوفق فيها. بعدين الحالة المادية شوية يعني، مثلا إنه أجيب له وسائل تعليمية وكذا، إنه أستغل هذا ما فيه. بعد أنا نفسي يجلس تحت شيخ صراحة يعني يتبناه علميا. أختي أم محمد، أختي أم محمد، عذرا، هل هناك بعض المحفزات للابن لتحفيزه على الحفظ وعلى الصلاة؟ أحاول أحفزه بس هو عنيد يعني، أقول أنا لو أنت تسوي كذا، أنا دائما أقول لا لا، أنت لو سويت كذا أنا أعطيك اللي بدك إياه، أنت بس تجاوب معي. نعم. بس هو ما يستجيب، أنا ما أعرف وين المشكلة يعني، أنا بقول يمكن الخلل فيني بس عشان طيب. وبعدين يعني القرآن في صوب وخلق في صوب يعني، في كذب في مراوغة في الكلام، نفس الشيء أخته الأكبر منه، الكذب هذا أنا ينفذني يعني، ما خلاص لما نكذب أنا بخرب الدنيا كلها يعني، نمسح كلها. تضربيها أخت محمد؟ نعم. هل تضرب الابن؟ أنا من النوع اللي ما أضرب، بس دائما زعلانة يعني، دائما غضبانة طيب. أنا ما راضي عرفت كيف يعني، لأن طيب. نفسي أعمل شيء وأنا حاسة إني بعدين أنا بدرس قرآن وطالع برا كثير يعني، فمضغوط يعني. نعم. ما عارفة كيف طيب. أوصف نفسي، حد يرشدني. شكرا أختي أم محمد، الرؤية واضحة، الله يعطيك العافية. الأخت سعاد تفضلي. الأخت سعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكركم على هذا البرنامج الناجح، حياكم الله. وأود أن أشارك بمشاركة بسيطة. تفضلي على عجل، الله يحفظك. هي أن بعض الأطفال يعني الأم والأب يربوهم من صغر على الجفاء وعلى فقدان العاطفة، وينمو الطفل يعني إلى سنوات عديدة، مثلا توصل ل10 سنين ل15 سنة، هو بينمو على الجفاء وعلى المعاملة القاسية ممكن،
فيكون يعني متعطش من ناحية العاطفة. الأم والأب ممكن يفيقوا بعد السنين هذه ويعرفوا أن الأم كانوا مصرين يعني في التربية بصورة صحيحة. فممكن الأب والأم بعد كده يرجعوا ويحاولوا أنهم يعطوا الإبن هذا العاطفة اللي فقدها من صوره. لكن في هذه النقطة يحتاج أن الأم والأب أن يصبروا، يعني زي ما ربوهم 10 سنين على الجفاء عليهم أيضا أن يصبروا حتى يستجيبوا الأطفال للعاطفة هذه اللي حيعطوها هي من جديد. جميل. يعني ممكن الأم والأب بيقولوا أنه إحنا بنحاول نعطي الطفل العاطفة من جديد بعد ما عرفنا يعني الغلط اللي كنا بنعمله في التربية من قبل، لكن الطفل ما بيستجيب. نعم. ففي هذه الحالة عليهم أن يثبتوا ويصبروا، يعني كما جفاهم 10 سنين عليهم أيضا أن يصبروا في إعطاء العاطفة وأن يروا الثمرة بعد ذلك. جميل. يعني أنهم ما يستسلموا من الأسبوع الأول الأسبوع الثاني من السنة الأولى، كما يعني البناء يحتاج أيضا وقت أطول من الهدم. جميل. تفضلي. فأتمنى من الأم والأب أن يصبروا يعني صبر كافي. نعم. لتعويض الطفل الحنان الذي فقده من سنين. جميل. وأن لا يستعجلوا في الحكم على الأطفال بأنهم يعني ما يناسبهم حكاية العاطفة، ما بيناسبهم الكلام الحلو، ما هم مقضين عليه، ما هم متعودين عليه. اتضحت الصورة أختي سعاد، مشاركة قيمة وسيعلق عليها إن شاء الله الدكتور. شكرا جزيلا لك. الأخت عزة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذا البرنامج الرائع. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي. يا شيخ، أنا ابن أختي عمره يعني 6 سنوات، يحب الألعاب الإلكترونية، يعني هو بصراحة يعني مستوى ذكاء يعني حلو، يحب القصص وبس عنيد جدا جدا جدا، يعني أبغى طريقة عندي التعامل معه. نعم. هذا هو، بالشكر. إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الأخت أم سالم تفضلي. الأخت أم سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي بس بغيت أسأل الشيخ. السلام عليكم. السلام. أخوي بس بغيت أسأل الشيخ. الشيخ يسمعك، تفضلي أختي أم سالم. بالنسبة أنا عندي بنت كان نفس الشيء، عمرها 7 سنوات. عندي بنت عمرها 7 سنوات. نعم. نفس المشاكل اللي قال عنها الشيخ، يعني كان فيها عدم الثقة في النفس. يمكن كنت أنا يوم صغيرة كنت أوبخها أو كذيها، كان المدرسات يعني بدأوا يشتكوا لي إنها ما في ثقة في نفسها. فبدينا من الأول أعيد معها المعاملة، إني أشجعها وأكلمها. فشفت ساعات يوم أنا أكون صدق يعني فيه أشجعها وأكلمها ألاقي منها نتيجة يعني حسنة. جميل. لكن الحين أنا شو اللي بغيت أسأل الشيخ، عندي ولد عمره 3 سنوات ما شاء الله، أحس إنه متقبل، يعني يوم أنا أعلم البنات القرآن أو شيء يبدأ يتعلم. الحين مثلا هو حافظ الحمد، يبدأ شوي شوي يتكلم في القرآن، يعني الأناشيد الإسلامية يعرفها. بس أنا الحين أبغى شو يعني شيء يعني مثلا يساعدني أنا على حفظ القرآن، يعني مثلا مركز شيء إذا كان هني في دبي موجود. نعم. إن شاء الله. شكرا جزيلا أختي أم سالم. الأخ مروان تفضل. أخي مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أبو مروان تفضل يا أخي. حياك الله أسمعي. يا مرحبا أخوي. طال عمرك. بالنسبة أنا عندي ولد تقريبا عمره 14-15 سنة، يعاني من فرط الحركة، ومع الأسف يعني نحن نعاني كأب وكأم من هذا الشيء يعني. فهل يا دكتور يحيى، هل لي 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 يعني أنا إنسان كمختص اجتماعي حاولت إني أعالجه باللمسة الحانية بالكلمة، ولكن له طبعا أخت أصغر منه وله أخ أصغر منه وله أخ أكبر منه. فهل مثلا السكريات لها دور، أو هل التربية النشء لها دور، مع العلم أنه كثرت في المكتبات الآن وكثرت في الأمور هذه الكتب التي تتكلم عن أساليب التربية الحديثة، فاختلط الحابل علينا بالنابل. فما هي الوسيلة الناجعة يا دكتور يحيى لاحتواء يعني لاحتواء هذا الطفل، لأن بصراحة عاملنا يعني إغبار جدا في البيت. يعني أنت تعاني أخوي أبو مروان من قلة حركة أو من كثرة حركة؟ فرط الحركة. فرط الحركة. إيه فرط، يعني عنده حركة زايدة جدا، يعني عنده يعني بعض الأحيان يعني أوجهه أقول يا ولدي هذا الأمر خطأ، هذا الأمر خطأ، يصرخ في وجوهنا أحيانا، يعتبر أن دائما نحن نوجه عليه لهم، مع العلم أن نحن ووالده يعني ناس تربويين، يعني نعرف يعني نسبيا الأمور هذه. ولكن يعني هل من توجيه
هل يعني أنا لا أطلب علاج سحري، هل من 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 توجيه تدريجي خطوة عملية لأن أجعل الولد نسبيا سوي يعني مقارنة بإقرانه في المدرسة أو في الحارة؟ جميل إن شاء الله. شكرا أخوي أبو مروان. نكتفي بهذا بهذه الاتصالات أيها الأخوة، شكرا، حياك الله دكتور، بارك الله يا مرحبا والله. ما شاء الله. طبعا فقدنا اتصال أختنا أم عبد الباري ونعتذر الحقيقة منها لأن تأخرنا عليها، واتصلت من الجزائر لكن نعتذر. الأخت أم المقداد ذكرت أن يمكن النقاط اللي نحن تحدثنا فيها أن لديها عدد من الأبناء أو عندها ابن ذكي لكنه فيه عناد، وهذا تطرق لها أكثر من بعض الأخوة. هل تريد أن نكمل القصة التي استوقفناك عندها ثم نعود إن شاء الله؟ نعم ما شاء الله تداخلت الأمور ويعني هكذا. طيب الحقيقة بالنسبة لمسألة العناد هذه تحتاج حلقة مستقلة، ويعني مسألة موجودة فينا، موجودة في أطفالنا، موجودة ولها أسباب ولها أسباب. هناك جواب يعني ممكن يكون مشترك بين القصص وبين الأسئلة التي جاءت من الإخوة، أن الحب والعاطفة وأن نملأ هذا الجانب على الأطفال، إذا بدأنا بهذه النقطة واستطعنا أن نغطيها فعلا في أطفالنا، يعني هذا بإذن الله تعالى حيكون سبب كبير جدا جدا في إزالة العناد أو تخفيفه أو تخفيفه. بالنسبة للسائلة الأولى جزاها الله خير، أقول لها أنه هذه مرحلة، يعني اقبلي طفلك الآن بعناده، لكن تقبلي هذا الوضع، لكن توقعي في مرحلة ثانية يمكن بعد شهرين ثلاث أشهر سنة سنتين يتغير هذا الوضع. يعني لا نيأس ونصاب بملل أنه هذا خلاص مختوم عليه، لأنه المراحل الطفل يمر بمراحل معينة، في عندنا مرحلة الواقعية، مرحلة الانطلاق، مرحلة الخيال، مرحلة المثالية وهكذا، فيريد أن يعني ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. فحتى لا تصاب باليأس عليها أن تؤمن بأنه هناك يعني إمكانية للتحسين والتغيير. طبعا الأخت أم محمد أيضا ذكرت أن لديها ابن، و كان في تقريبا ما كان في تربية جيدة بين الأب والأم، ما كان في تفاهم في التربية، وهي عصبية جدا. الآن تقول تريد أن تهب هذا الابن لله سبحانه وتعالى، فكانت تربيه، إلا أنها بدأت معه بحفظ القرآن الكريم، حفظ إلى 14 جزء ما شاء الله. لكن الولد بعض الأحيان ما يصلي، الولد بعض الأحيان يكذب، يراوغ، كيف تستطيع هي أن تتعامل؟ عناد بشكل كبير. أقول أول شيء يعني أبشرها أنه انتبهت لنفسها فبدأت تدرس العلم الشرعي في وقت ولو متأخرا، لكن هذه خطوة جيدة وأنها بدأت تستدرك. الشيء الإيجابي الثاني أنها ربطته بشيخ أو بحلقة تحفيظ القرآن، وهذا شيء جيد. الشيء الثالث أن هذا الطفل مبدع، لأنه شيخه يثني عليه فهو يحفظ بطريقة جيدة مع الشيخ. مما يساعد في تربية هذا الطفل العنصر الخارجي، العنصر الخارجي يعني العنصر الخارجي اللي هو وجود الشيخ، وجود المربي، وجود خروجه لهذا الطفل إلى المدرسة وإلى الشيخ وتفاعله مع أساتذته، هذا جدا ممتاز ويبدو أنه متفوق في المدرسة، لكن هو في البيت له وضع عناد متميز فيه. عندي جواب قصير وجواب طويل شوي. الجواب القصير أنه ذكرت في ثنايا كلامي أنه أنا عسكرية في البيت. الجواب القصير أنه إذا كنت عسكرية ماذا تتوقع من ولدك؟ طبيعي أن يكون عنيد، ردود فعل. إذن هناك ردود فعل لتصرفاتك، فانظري في تصرفاتك أيتها الأم الفاضلة وأعيد النظر فيها، أعيد النظر فيها. أعجبني أحد الأشخاص قبل أيام التقيت به في دورة من الدورات، عمره 62 سنة، حضر هو وزوجته، فعلق في نهاية الدورة تعليقا جميلا جدا فقال: أنا وزوجتي الآن بدأنا نهدم الماضي الذي بنيناه بأخطائه، عندنا عمارة طويلة بنيناها أخطاء وعبارات وكلمات، ونستخدم مع أولادنا عبارات غلط غلط غلط. قال الآن صحينا وانتبهنا أنه هذا خطأ، فالآن جلسنا نهدم، نقول إحنا غلطنا في الكلمة الفلانية وغلطنا في الموقف الفلاني وخطأنا في الموقف الفلاني، وحنبني إن شاء الله من جديد عمارة على أسس قوية جدا. و62 سنة عمره. إذن يستطيع أن يتدارك الأب والأم مهما كان العمر ويبدأ من جديد. طبعًا. الأخت أم سالم ذكرت أن عندها بنت 7 سنوات،
كانت كثيرة التوبيخ يعني وبختها بشكل كبير وكذا. الشاهد في الأمر أنها صار لديها عدم ثقة. هي تسأل عن أن يعني تفادت هذه النقطة، لكن تسأل عن ابن لها الآن يبلغ 3 سنوات، يحفظ يحرص أن يحفظ القرآن، يحفظ الأناشيد، كيف تستطيع أن تنمي لديه هذه الموهبة؟ جميل جدا، هذه خطوات إيجابية وجيد أنك تنبهتي. وإن كان الضحية الولد الأول يعني أخذت حظها، لكن الاستدراك ممكن. فهذا الولد نبيه، عنده مبادئ إبداع، لاحظتي عنده الملاحظات اللي ذكرناها قبل قليل أن عنده إبداع في النقطة الفلانية والنقطة الفلانية والنقطة الفلانية، هذا جيد. ابدأي معه بحفظ القرآن الكريم، ابدأي معه مثلا بالأشرطة، أوجدي له قراء الحرام، أئمة الحرام، أوجدي له قراء المنشاوي الحصري، خليه يعني يستمع ويتحرك بإطار حفظ القرآن الكريم في هذه السن. هل يمكن أن يكون مبدعا في حفظ القرآن الكريم؟ نعم، ما دام لاحظت فيه هذا يعني التوجه، توكل على الله عز وجل وربنا معك إن شاء الله يا رب. أخونا أبو مروان يشكي هم ابنه عمره 15 سنة. نعم. ولديه فرط في الحركة، حركة كثيرة، كيف يستطيع أن يتعامل مع هذا؟ ونريد دكتور أن نعد المشاهدين بحلقة قادمة تتحدث عن هؤلاء الثلاث اللي هو العنيد والخجول والعدواني والغيور، لعلنا نفصل فيها بشكل أكبر حتى يستفيد الأخوة المشاهدين فيها. والله أنا أحيي الأستاذ أبو مروان، وخاصة أنه متخصص وسؤاله يعني فعلا وضع أصبعه على الجرح. نعم. نعم، نريد خطوات عملية. الكتب كثيرة، الكتب المؤلفة العربية كثيرة والمترجمة كثيرة. أقول أخي أبو مروان باختصار شديد، هل تستطيع أن تجلس مع ولدك على الأقل 5 دقائق تلعب معه، تتنازل اللي تلعب معه؟ عنده حركة كبيرة جدا، تمام؟ جرب من اليوم في تفريغ 5 دقائق فقط لتلعب معه أي لعبة، ممكن ألعاب في اليدين، هذا اسمها لعبة الإبهام، تمسك يده بهذا الشكل، أنت اضغط إبهامي اضغط إبهامي اضغط وهكذا، تغلبه ويغلبك، هذه حركة خفيفة. ممكن جري، نذهب نجري نحن وإياه. كن بين أولادك، اجلس معهم، اجعلهم يركبوا على أكتافك، اجعلهم العب معهم لعبة ما يسمى خريج ملاح، يعني وقد أثرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعبها مع الحسن والحسين، يعني يجلس هكذا ويركب أحد الأولاد من هنا وأحد الأولاد من هنا، ثم بعد ذلك يقول نعمل جمل جملكما ونعمل الرحل أنتما. فهذه الحركة التي يعني تمتص من خلالها حركته وكثرة الحركة الموجودة لديه، لكن كثرة الأوامر التي تخرج منا، اسكت يا ولد، اهدأ يا ولد، بلاش لعب، بلاش كذا، وهو عنده طاقة داخلية لابد أن تتفجر، لابد أن تنطلق في اللعب. فمن الحلول لي ولك وللمستمعين أنه نفرغ مع أولادنا ونلعب معهم، نجرب نلعب. هناك أثر يعني سبحان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة يقول: سمعت أذناي هاتان وبصرت عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بكف الحسين وقدما الحسين على قدميه ويقول له ارقه ارقه ويلعبه هذه اللعبة الجميلة، جربوها اليوم، امسك بكف الولد وضع قدميه على ويلعب معه هذه اللعبة، يقول ارقه ارقه إلى أن ارتقى على صدره ولعبه وهكذا، ثم قبله وقال افتح فاك افتح فمك، يعني شوفوا اللعبة اللطيفة الحلوة، افتح فاك، ففتح فمه فقبله من فمه، ثم قال يعني اللهم أحبه فإني أحبه. الله. رواه البخاري في الأدب المفرد. ما شاء الله. فهذه الحركة اللطيفة ومثلها كثير. أيوة. يعني مثلها كثير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني أحفادي، فهذا علاج لا شك لامتصاص هذه الحركة الموجودة عند الأطفال. إذا نفرغها بما هو مفيد. نعم. حتى إن شاء الله نكسب. الأخت سعاد كان لديها مداخلة جميلة، ذكرت عن الأب والأم يعاملون أبنائهم بجفاء قد يمتد إلى سنوات، فتطالب بأنك يعني أيها الأب والأم بأن تبدو تعطوهم العاطفة بمثل ما أعطيتوهم من الجفاء، بعد ذلك إن شاء الله ستجدوا إن شاء الله ثمار. جدا ملاحظة ما شاء الله جيدة وقيمة وتحتاج صبر، وفعلا الجفاء مقابله إيش ما نراه من أبنائنا. أنا مر معي شباب أعمارهم في 20 وأيضا رسائل من فتيات في 20 تشتكي وتقول أنا يعني أمي
ما تعاملني، ما تكلم معي كلام، ما تتكلم معي كلام جيد، فلذلك ألجأ إلى الانترنت، إلى الشات، إلى ما إلى ذلك. وهذا يعني يذكرنا بالقصة التي بدأناها ولم نكملها، أن هذه الأمة التي يعني ذهبت إلى ابنتها وأخذت تضمها وتقول له أنت رائعة يا بنتي، أنت رائع يا ولدي، الولد صار يبكي والبنت صارت تبكي. سبحان الله. البنت صارت تبكي وراحت على المطبخ أشعلت شمعة وقالت يا أمي هذه الشمعة الآن هي أول بريق أو بصيص نور في حياتي من 16 سنة، أنت مهملتني يا أمي، أول أنا أول مرة أحس بالرحمة والعاطفة تجاهك. الولد قالت لي أمه ذهب وكتب على الكمبيوتر شهادة شكر وتقدير إلى أمي الغالية، أنت تغيرت 180 درجة الآن، اليوم أول يوم أحس بأن لي أم، أنت مهملتنا من زمان، أرجو أن لا تتركينا، آمل أن لا تتركينا يا أمي. هذه الكلمة أحيت في الأمل، هكذا يقول. لذلك أنا أحث إخواننا وأحبابنا على الكلمات الإيجابية لأولادهم. سؤالنا الأخير، كيف أستطيع أن أنمي لدى طفلي وطفلتي موهبة حفظ القرآن الكريم؟ نريد طرق عملية مثل ما تفضل أخونا أبو مروان. نعم، حقيقة أنا أسأل هذا السؤال كثيرا وأقول الطفل أو حفظ القرآن الكريم برنامج متكامل ينبغي على الأبوين أن يهتموا فيه حتى للجنين وهو في بطن أمه، يعني قبل أن يولد الطفل نبدأ الأم تسمعه القرآن، وهذا يعني الدراسات اليوم تثبت أن الجنين يعني يمكن أن يستوعب أشياء من العالم الخارجي. وأذكر أن يعني إحدى المعلمات في أبو ظبي أخبرتني أنها كانت تدرس سورة الأحزاب وهي حامل، وكانت تقول كلمة الله أكبر إذا الطالبات عملوا فوضى الله وهي حامل. بعد ما ولدت إذا بنتها بكيت مجرد ما قالت لها الله أكبر تهدأ، إذا بنتها بكيت إذا قرأت لها سورة الأحزاب بالذات تهدأ. تقول أنا متعجبة، فقط سورة الأحزاب كأن بينها وبين سورة الأحزاب علاقة يعني قوية جدا جدا. تقول والعجيب لما صار عمرها 9 أشهر أول كلمة نطقت فيها أبر أبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فيعني أقول على الأم أن تهتم بجنينها وهي حامل بحفظ القرآن الكريم، بمعنى أن تقرأ هي القرآن الكريم، أن تقوم الليل، أن تدعو الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ما يولد الطفل، أول ما يولد نعطيه الأذان في أذنه اليمنى، ثم الأذان الإقامة في أذنه اليسرى، الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يعني نسمعه التلاوة، أقرأ أمامه وهكذا. أول ما يبدأ ينطق أسمعه السور الصغيرة، أشجعه مثلا أمام إخوانه أمام أعمامه أخليه يقرأ هكذا أمامنا يعني سورة من القرآن الكريم يتشجع. لأننا إذا حفظنا الطفل سورة الفاتحة على سبيل المثال، فإن سورة الفاتحة تحسن نطقه، وسورة الفاتحة تعلم يعني الحساب. تصور كيف تعلم سورة الحساب، يعني هو سيعلم أن سورة الفاتحة 7 آيات فيبدأ يعدها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، 2، أنا حفظت 3 آيات، حفظت 4 آيات، يبدأ يعرف العدد من خلال سورة الفاتحة، من خلال قصار السور. يبدأ يقارن مثلا سورة الإخلاص مثلا 3 آيات، سورة مثلا كذا 5 آيات، فهذا يعرف الحساب بطريقة غير مباشرة. ثم تزداد ثروته اللغوية، مثلا عندما ينطق الطفل من شر غاسق إذا وقب، غاسق إذا وقب، لما نجي الآن للكبار لا يستطيع أن ينطقها، بينما نجد الطفل يعني الذي يحفظ وينطقها ويتدرب وعضلات لسانه تنطلق، سبحان الله. فكيف لو قرأ جزء عما كاملا، كيف لو قرأ تبارك قد سمع وهكذا. فالأطفال الذين يحفظون القرآن صغارا أكثر فصاحة وأفصح لسانا، ويتخلصون من مشاكل الحروف اللثوية والحروف يعني السين واللثغة في السين واللثغة في الراء، يتخلصون منها، والتأتأة حتى التأتأة في الكلام، حتى علاج للتأتأة، يعني كثير من أمهات تشتكي ولدي يتأتأ ولدي يفأفأ، عليك بالقرآن. جميل. لأن القرآن يعني علاج لغوي وعلاج أيضا يعني نفسي إن شاء الله. نلحظ يا شيخ أغلب حفظة كتاب الله لديهم الطلاقة في الحديث وتستمر معهم حتى كبرهم في السن. نعم، لأنه يعني يتميز بأنه يحفظ مفردات أكثر من غيره. صحيح. فبالتالي حتى هذا من أهم علامات الإبداع، المبدع يحفظ مفردات ويجيد التنقل بين المفردات وتوظيفها أكثر من غيره. هذا هو المبدع. الله يعطيكم العافية دكتور. بارك الله. شكرا جزيلا لكم. على واد إن شاء الله بحلقة قادمة. بارك الله فيك.